السلام عليكم. ثم موضوع مهم ومهم جدا نحب نحكي فيه، مانيش باش نطول عليكم برشا، وهو موضوع الصفحات على الفيسبوك والاخبار اللي تهبط فيها كسوا على النادي الافريقي والا على الانديه الاخرى، يهبطوا اخبار ما عم بالهمش زايده كاذبه صحيحه. الحاجه هذه ثانويه عندهم، ما يركزوش معها برشا، اعطيهم اكثر جمال، اعطيهم اكثر كومنتارات، هذاك المهم. والاخبار تاكدت منه صحيح ولا ما عم باليش، ما يهمنيش. اي الخبر هذاك راهو يمس برشا عباد، يمس برشا عباد في شخصيتهم، في كرامتهم، باش تسبهم الناس. اتاكد ما نتاكدش انا، ما دام الجامات ماشيه، الكومنتات ماشيه، هذاك المهم، الباقي الكل ما يعنينيش. وبالك يربح فلوس، هو يعملولوش مليون جام، راهو يربح حتى فرانك، راه فماش فلوس في الحكايه هذ. هو شيخته وتفريته كي تتفاعل مع العباد، الله اعلم بيه في الدنيا محقور مش مركزه مع العباد، يقعد في قهوه في جروب يحكي حكايه يضحكوا عليه، يحكي حكايه ما يسمعوهاش يا صاحبي، يلقى روحه على الفيسبوك متفاعل معاه العباد وعطيته قيمه وعطيته قدر، يهبط ارتيكل يلقى 700 و800 و1000 جيم، معلم برنس يشوف روحه شكون كيف كيف كيف. الناس الكل ندخل فيسبوك نشوف اخر اخبار النادي الافريقي، اخر اخبار الانديه الاخرى. ثم خبر قريته مره نلقاه في الباج هذه، الباج الاخرى، الباج الاخرى، وهي باجات النادي الافريقي، وداول الاخبار هذا وبر، ولا كما نقولوا احنا اخبار الساعه، وهو اخبار ايوب التليلي. داول برشا في باجات النادي الافريقي، سبوه يا اللي بيك يا اللي عليك، اش قال واش قال عليك. ايوب التليلي قال على النادي الافريقي اني انا في بنجردان والمرتبه الثالثه وما نجمش نرجع للنادي الافريقي، وعباره بلغه اخرى عباره لكلوب افريكا باش تطيح وما عندهاش قيمه، وانا توا في جمعيه كبيره اسمها بنجردان. يا ولادي راهي سبان الام، راهي مش حاجه سهله، الله اعلم به. السيد امه حيه، امه ميته، تجيه تسب له امه وكاكا باتمون، زاد ما قالش به ربي. احنا كاحباء النادي الافريقي، صحيح محبه النادي الافريقي كبيره في قلوبنا، اما اللي المطلوب منا نثبتوا قبل اي خبر، قبل ما نقراو، قبل ما نحكيو اي حكايه، نثبتوا في صحه الخبر. والباساج بتاع ايوب تليلي في فوت 24 قصير برشا، فيه 9 دقائق، يعني اي واحد محب للنادي الافريقي نجم يدخل للفيديو هذا ويتفرج ويسمع اش قال ايوب تليلي، ومن بعد ينجم يحكم على السيد. ايوب تليلي هاوش قال بالضبط، جبدوا له على المدربين اللي تعدى معاهم مع النادي الافريقي، ما سب حتى مدرب واحترم كل المدربين، كيف كيف لدرجه جديده. اش قال بالضبط؟ قال لدرجه جديده جات مؤخره، اما اللي في مخاخ العباد راهو ماهوش باش يصير. شنو هو في مخاخ العباد؟ هو انه الكلوب افريكا باش تطيح للديفيزيون دو، قراو في مخاخهم الشيء هذا ما يصيرش. كيف كيف على جمهور النادي الافريقي، قال شابو جمهور النادي الافريقي، جمهور النادي الافريقي في اي بلاصه يمشي يكور بها الا وعنده الاحباء نتاعو، جمهور كبير، جمهور وفي للنادي نتاعو، جمهور واقف مع جمعيته وقفه صحيحه. لذا هو السيد لهنا ما عندوش ديب وبيته على النادي الافريقي. نجيو توا المربط الفرس، سالوا قالوا تنجم ترجع للنادي الافريقي؟ هاوش قال بالحرف الواحد، قال توا عندي كونترا مع بنجردان، وحاجة أخرى أنا توا في المرتبة الثالثة ما يجيش. شو يقصد هو بالضبط؟ على خاطر رانا نحبوا نفهموا حاجة، راهو قدام الكاميرا العبد راهو يجيه التراك وما عادش يعرف يحكي، ما عادش يعرف إيش يخرج من فمه، راهو مش سهلة. رانا كتوانسة قدام المصار وما نتسماو حتى شيء، ما نعرفوش نحكي. وفي تونس عندك 3 4 كعبات، عندك متصل الوحيشي، عندك نبيل معلول، عندك طارق الياب، عندك رضوان الفالحي، عندك القصراوي الجارديان تاع الترجي، قبل هذوما ما شاء الله عليهم يعرفوا يحكيوا، والباقي كلنا رانا ما نعرفوش نحكيوا. هو حب يقصد انا مرتبة ثالثة عام الجاي نلعب لافريك، على خاطر مش كل عام اي ملاعبي يلعب في الافريق، لو بخلاف الجمعيات الكبار الملاعبين الكل يتمناو يلعبوا في الافريق. السيد هذا يلقى روحه نسبة كبيرة عام الجاي نجم يلعب في الافريق، حب يقصد اني انا راني عام الجاي نلعب في الافريق، يعني يحب يجرب التجربة هذه. انا شخصيا كبياري صارت لي حكاية وصارت لي طرفة من نوع هذا، كنت نكور في النادي القربي ديفيزيون 2، كان ثم برنامج في حنبعل ولا في الوطنية 2 ما نعرفش بالضبط اسمه، الليغ 2، وقت نكوروا السبت وحد يجيبوا الماتشوات الكل ويعديهم ملخص نهار الاثنين. بما انه احنا نكر وما يعرفنا حتى حد، المصورين هذوما اللي يمشيوا يصوروا المقابلات هذوما نتاع الليغ 2 ما يعرفوناش، ما يعرفش شكون اللي يعرف يحكي، شكون اللي ما يعرفش يعملوا هما بالضبط، اللي عدى مقابلة باهي يمشيوا يحكيوا معاه. نلعبوا كونتر اولمبيك الكاف وقت هنا في النادي القربي كيف ما قلت لكم، في الكاف كنا رابحين 2 بلاش، دوزيام ميتون الكاف عدلت ولات 2-2،
لهنا يولي التعادل بطعم الهزيمه. انا خارج من الدوش خوكم كي غير ما خرجت وهما قبلوا عليا قال لي تعادل بطعم الهزيمه، وحط لي الميكروفون قدامي قال لي يحكي عيش بحرك يا معلم. فاش يحكي هذا دخلت بعضي يا ولدي ما نحكي لكم مش مخك يقف، حكيت منه خلبستها منه ما نعرفش شنو. جاني حل وحيد حل خرافي واللي هو شنو نحكي ولعبها تاثرت انا بالضبط وعملت ولا ما عادش نجم نحكي وهزيت روحي ومشيت. عديوها في حنا بعل ما يحبوا الافلام حنا بعل والريق هذا، عملوا لها لحن وعملوا لها موسيقى خرجت عالميه، خرجت عباره انا متاثر وما عادش نجم نحكي. وانا صدقوني يا رجال اقسم بالله دخلت بعضي وما نجمت نحكي حتى شيء. توا المختار بالخيفر بصراحه مش غريب على الجزيرية الرجل الملاعبي هذا اموره عدى باساج باهي في الكلوب ما عداش، هذه حاجه اخرى ما تهمنيش. اللي يهمني الملاعبي هذا تقريبا يسال النادي الافريقي 600 مليون، رانا كي نقولوا 600 مليون راهو مش كيما قيس اليعقوبي رانا جمعتي لكلوب افريكا وبعد خرجت عاد الاخبار وقيس اليعقوبي سامح النادي الافريقي في 500 مليون وما نعرفش شنو. طلعت الحكايه انه قيس اليعقوبي هالعامين اللي عملهم كي يخدم فيها من الكل يخلص 500 مليون، عدى جمعتين خرج خلص في 30 مليون نتاعو والباقي يكون كوا سماحة. يا معلم يا اخي احنا من وقتاش ولينا مدربين يخرجوا يطالبوا بالمستحقات نتاعتي؟ ما هي معروفة في تونس تخرج ديما بالتراضي، لذا راهو قيس اليعقوبي راهو تبداش تعمل فيها وزعما زعما بطل وانا لكلوب افريكا. كان جيت بالرسمي لكلوب افريكا 30 مليون هذيا ما تاخوهاش، ماهيش باش تزيدك وماهيش باش تنفعك. نرجعوا توا المختار بالخيطر، السيد يسال لكلوب افريكا 600 مليون وحاكمه بها الفيفا، يعني لكلوب افريكا اصبحها تحت الزرسة ما تنجم تعمل حتى شيء. هو لو كان يقول ناخذ 600 مليون نتاعي كاملين ما ناقصين حتى دينار يا خوهم كاملين، سامحها تقريبا في 280 مليون، تاع شنو يسامح فيها السيد؟ هو تزقار وهو الملاعبيه الاخرين اللي تعداوا على النادي الافريقي قال لك فلوسي كامله ما يهمنيش، منع انتداب خصم نقاط هذه حاجه اخرى ما تهمنيش. مختار بالخيطر كيف كيف كان ينجم يقول لك حتى انا ناخذ فلوسي كامله وبرا ربي معاك، اما انا تونس ما عادش نرجع لها، تحب تقولوا مش راجل، تحب تقولوا بيه عليه، هذه حاجه ما تخصنيش. السيد في طبيعته راجل، 280 مليون يا معلم راهي برشا فلوس، ثم شكون يسامح في 280 مليون؟ مختار بالخيطر شاف العشره مع النادي الافريقي وسامحها في 280 مليون، عاود نقولها برافو برافو مختار بالخيط. في الختام عندنا ماتش مقابله كبيره كونتر ليتوال في سوسا، ربي ان شاء الله يوفقنا. بحاجه اخرى نعاود نقولها بجاه ربي، ثم باج اوفيسيال نتاع النادي الافريقي ناخذوا منها الاخبار. الباج هذه مش كيما مع الاداره القديمه، تنتج بلغتنا احنا، تنتج كل يوم تلقى اخبار جديده، ما تقعدش نهارين ثلاثه ايام باش تهبط اخبار، لذلك انثبتوا عايشكم الاخبار.